ستاند باي النهارده في استوديو موسيقار محدش هيصدق احنا مع مين. اللي عمل اغنيه ماشيه في تنيوره، اللي اكتشف الفنان عمرو دياب، واللي اكتشف الفنان محمد منير. احنا مع الموسيقار العظيم هاني شنودة. اسمح لي اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب مرتين. اتفضل يا حبيبي. بس كده مره عشان فرقه المصريين ما شاء الله 45 سنه. أيوة. ومره عشان عيد ميلادك السنه دي اللي ان شاء الله مصر والعالم كله يحتفل بيه. ما قلتش بقى 80 سنه. 40 في 2. وكل الناس عارف ان انا من مواليد 43. 29 ابريل شهر جميل ومصر كلها تحتفل بيك السنه دي ونبقى سعداء بيه. فرقه المصريين كان لها هدف الاغنيه الاجتماعيه. ما فيش واحد مطرب هيطلع يغني ما الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن. حلاوه في الاخلاق. لا، هي المزيكا مش كانها لغه، هي لغه. قصه ان فهم اللغه بالوجدان مش بالعقل زي اللغه. اي واحد عنده حاجه ناجحه يبقى اتقن شغلها وقعد فيها كتير وادها من وقته اللي انتوا ما تتخيلوش. زي ما كل حاجات نجيب محفوظ مترجمه للغات كتير، اشمعنى عنها؟ وربنا يفتحها في وشنا ونقدر نصدر اغاني، عشان برضو ايه بلدنا محتاجه نصدر قوي. ده اسم حلو قوي قوي، بس ده معناها ان انتوا مش هتعملوا حاجه. ليه؟ هتقفوا ستاند باي.